نذهب معكم مشاهدين الكرام إلى العاصمة الأردنية عمان، وينضم إلينا الآن من هناك زميلنا غيث الرقاد. نقول صبحك الله بالخير وحياك الله معنا في برنامج العالم هذا الصباح. يمكن تابعت معنا أمس مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي استقبل بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا الأمر ليس غريب على الأردن ملكا وحكومة وشعبا. أسألك غيث بداية، كيف رصدتم أصداء في الأوساط السياسية الأردنية هذه الزيارة؟ صحيح، صباح الخير أحمد، وصباح الخير نورة، وتحياتي لجميع مشاهدي برنامج العالم هذا الصباح، وتحياتي أيضا للزميل العزيز منصور العجمي ضيفكم العزيز. يعني حقيقة نعم، زيارة ناجحة بكل المقاييس. شاهدنا وتابعنا يوم أمس تفاصيل هذه الزيارة كما تابعها ملايين الأردنيين الذين رحبوا بضيف الأردن الكبير. هذه السيارة التي جاءت في إطار التنسيق المشترك والتعاون، والتي تدل على العلاقات الأردنية الكويتية المميزة، والتي أصبحت نموذجا للعمل العربي المشترك. هذه الزيارة فتحت آفاق جديدة للتعاون والتشارك في العديد من القضايا وعلى كافة المستويات. هذه الزيارة حظيت بمتابعة مهمة من قبل جميع الأردنيين على المستوى الشعبي، وأيضا حظيت بمتابعة من قبل جميع الأردنيين على المستوى الرسمي وعلى المستوى الإعلامي. وسائل الإعلام منذ يعني الإعلان عن الزيارة أفردت مساحات واسعة للحديث عن تفاصيل هذه الزيارة، وعن محبة الأردن لدولة الكويت، وعن العلاقات الثنائية التي يرتبط بها البلدين. والجميع يعني تحدث بإسهاب عن كل هذه الأعراض سواء كانت السياسية والاقتصادية والاجتماعية. صحيح بأن الأردن يرتبط مع دولة الكويت بعلاقات دبلوماسية من أكثر من 60 عام، ولكن هذه العلاقات الأردنية الكويتية متجذرة منذ مئات السنين. هذه الزيارة يعني رحب بها الشارع الأردني بشكل كبير على المستوى الشعبي، وربما ضيفكم تحدث عن البعد الاجتماعي وعن محبة دولة الكويت في قلوب ونفوس الشعب الأردني. وهذه العلاقات المتجذرة منذ مئات السنين، والتي تتحدث دوما عن تطوير هذه العلاقات وعن إيجاد أفق لهذه العلاقات، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة. زيارة سمو الأمير جاءت في توقيت بالغ الأهمية، واكتسبت هذه الأهمية من هذا التوقيت ومن هذه المحبة بين الأردن ودولة الكويت. نحن نعلم يعني تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وحرص حضرة صاحب السمو على متابعة جميع تلك الأحداث، والأردن كانت محطته الأولى بعد البيت الخليجي، وهذا يدلل على مكانة الأردن عند حضرة صاحب السمو أمير البلاد وعند دولة الكويت. شاهدنا يوم أمس الاستقبال في هذه الزيارة، زيارة الدولة المهمة التي أجراها حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وشاهدنا أيضا حفاوة الاستقبال من قبل العاهل الأردني وولي العهد، وأيضا جميع المسؤولين في الأردن. عقد حضرة صاحب السمو لقاءات ثنائية مع جلالة الملك يوم أمس، وأيضا تبعها موسع مع الوفد المرافق لسمو الأمير. هي فعلا زيارة ناجحة بكل المقاييس، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، تؤسس لمرحلة جديدة من يعني متابعة القضايا العربية ومتابعة الهم العربي بشكل مباشر، والتي تحظى باهتمام بالغ عند جميع الأردنيين وكافة المستويات. نعم، يمكن هناك أيضا يعني أحاديث كثيرة عن وسائل الإعلام الأردنية التي تحدثت عن نتائج هذه الزيارة، ويمكن أنت ما شاء الله يعني تطرقت إلى مواضيع عديدة عن أهمية هذه الزيارة وتطورها والآفاق يمكن التي نسعى إليها إن شاء الله في هذه العلاقات الكويتية الأردنية. فكيف تناولت وسائل الإعلام، يمكن أنت تطرقت إلى مواضيع كثيرة، ياليت تركز على هذا الموضوع، أنه بالتأكيد يمكن أولت هذه الزيارة أهمية كبيرة من خلال وسائل الإعلام.
حقيقة يعني هناك شقين أساسيين في هذه العلاقة وهذه الزيارة التي أسست لها على الصعيد السياسي. كان هناك يعني متابعة حديثة من حضرة صاحب السمو، وتم الحديث عن القضايا المصيرية التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين، كذلك البعد الاقتصادي من هذه الزيارة. الكل يعلم بأن دولة الكويت هي من أكبر الدول المستثمرة في الأردن، وهناك تبادل وتعاون اقتصادي جيد، وهناك يعني خلينا نتحدث عن مشاريع أردنية كويتية داخل الأردن تحظى باهتمام بالغ من قيادتي البلدين. نحن نتحدث عن أكثر من 20 مليار دولار استثمارات كويتية في الأردن، واليوم هذه الزيارة ستفتح بابا جديدا على هذا التعاون الاقتصادي، وستفتح أيضا آفاق جديدة على مسيرة جديدة من العمل المشترك فيما يتعلق بالمشاريع، وأيضا على البعد السياسي والاقتصادي المهم الذي يرتبط به الأردن بدولة الكويت. يعني هي زيارة حقيقة كانت ناجحة بكل المقاييس وبكل ما يتعلق بها من عمل ومن بعد أيضا اجتماعي ومن قرب ومحبة. صحيح. تجمع صحيح. البلدين وتجمع الشعبين الشقيقين في هذه الزيارة المهمة، زيارة الدولة التي أجراها حضرة السمو. وضحت أكيد الصورة، وأكيد أصبح عليك بالخير الزميل غيث، وودي بعد أن أسولف معك وأتكلم عن شلون راح تساهم هذه الزيارة في تطوير علاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وإحنا ذكرنا يمكن في مقدمة هذا الحوار ما بيننا عن البعد الاجتماعي أكيد اللي بعد شوي راح نتطرق فيه مع الأستاذ منصور العجمي من خلال أكيد العالم هذا الصباح، وهو ضيف حلقتنا الآن. فخلينا نتكلم عن تطوير العلاقة الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين من خلال هذه الزيارة أكيد، وأيضا البعد الاجتماعي معك عشان نتناقش. صحيح نورة. نعم، يعني هناك ركائز ارتكزت عليها هذه العلاقة، وذلك انطلاقا من البعد الاجتماعي الذي يرتبط به الأردن بدولة الكويت. هناك العديد من أوجه التشابه ما بين العادات والتقاليد وما بين العروبة التي تجمع البلدين، وهناك أبعاد كثيرة دائما ما يتحدث عنها الكويتيون. وهناك يعني كنا نشاهد ونلمس من خلال لقاءاتنا المتنوعة مع طلبة الكويت الدارسين في الأردن، مع المسؤولين، مع الذين يتوافدون إلى الأردن، مع هذه اللقاءات وهذه المسؤولين التي كما تحدثنا هي فعلا تفتح وأفاق جديدة في كل المجالات، ولكن للكويت مكانة خاصة حقيقة عند الأردنيين، وهناك محبة خالصة يعني يبديها الشعب الأردني لجميع الكويتين. وربما ضيفكم العزيز يعلم تماما بخصوصية هذه العلاقة. احنا كذلك الزميل غيث، يعني احنا دائما تجمعنا هذه الروابط التاريخية. صحيح. المتأصلة، واكيد احنا دائما فخورين في اخواننا واخواتنا واهلنا اكيد في الاردن، واتمنى انك تتابعنا اكيد في بقية حلقتنا، لان راح نكون مع ضيفنا في حوار اكيد نتكلم فيه خاصة عن البعد الاجتماعي، واتمنى انك تسمع هذا الشيء اكيد وكل. صحيح. اهالي الاردن. نعم. شكرا للزميل غيث الرقاد مراسل تلفزيون دولة الكويت في الأردن، شكرا جزيلا لك. شكرا.